مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أبرز ما حصل في الأسبوع الماضي. شارك الممثل برنارد مونسييل شائعات من مجموعة الفيلم القادم في البرنامج الحواري الفرنسي توش با مون بوست في 20 أكتوبر في مقابلة جماعية بدأت مؤخرا في إجراء جولات في وسائل الإعلام باللغة الإنجليزية. ادعى الممثل والمعلق أن جوني ديب والمخرج الفرنسي مي وين كان يتشاجران كثيرا. قال مونسييل: لقد سمعت بعض الضوضاء في موقع التصوير، أشياء خطيرة للغاية. جوني ممثل ممتاز، لكنه يتأخر عندما يأتي إلى موقع التصوير، باستثناء أحياناً في 6 صباحاً، يكون الطاقم جاهزاً ولا يحضر أحد، لذلك بالطبع تغضب مايوين وهي المخرجة. وفي اليوم التالي هي التي لم تحضر، ويحضر جوني ديب، لكن الأمور تسير بشكل سيء للغاية. إنهما لا يتقدمان على الإطلاق ويصرخان على بعضهما البعض طوال الوقت. قد يتذكر البعض أن التأخير المستمر لديب كان ضمن سلسلة من الشكاوى المزعومة من طاقم Pirates of the Caribbean التي تم تصويرها في عام 2015 في أستراليا وذكرت في المحاكمة الشهيرة. وفقا لرسالة إنتاجية من The Hollywood Reporter في عام 2017، فإن المصادر القريبة من الإنتاج تتحدث عن حكايات إفراط جوني ديب في الشرب والمعارك الجسدية مع زوجته السابقة أمبر هيرد والتأخير المستمر إلى مكان التصوير، الأمر الذي يؤثر سلبا على جميع الطاقم. قال أحد المقربين لهوليوود ريبورتر: عليك أن تفهم نوع الضغط الذي كانت جوني يتعرض له في أستراليا. في بعض الأحيان كانت المروحيات تتبعه في كل مكان. كان هناك الكثير من وسائل الإعلام خارج بواباته لدرجة أن الشاحنة كانت تعرقلهم. كان هناك الكثير من الأشياء المختلفة عنه. جوني خاض شجارا في موقع التصوير وعاد إلى الولايات المتحدة، والتي قرأنا عنها أثناء تواجدنا في مقطورته. كما ظهر تأخر ديب المزعوم خلال محاكمة التشهير العام الماضي ضد أمبر هيرد، حين زعمت تريسي جيكوبز التي شهدت بأنها عملت كوكيلة للممثل لعقود، وأوضحت أن تأخر ديب المستمر وتعاطيه للمخدرات يضران بحياته المهنية. يذكر أنه بدأ أحدث دور سينمائي لديب في كانون الثاني يناير بعد أن فقد قضية التشهير ضد ذا سان في المملكة المتحدة بسبب مقال وصفه بأنه معنف الزوجة، وفاز في محاكمة فيرجينيا الصيف الماضي. ومن المقرر أن يلعب دور الملك لويس 15 في الفيلم الجديد للمخرجة مايوين، وهي أيضا ممثلة تلعب دور عشيقته الأخيرة والتي سمي الفيلم على اسمها. وقد تم تعيين نتفليكس لترخيص الفيلم الجديد للتوزيع الرقمي في فرنسا بعد إصداره في الصالات، لكن لم يتم الإعلان عن إطلاقه في أمريكا الشمالية. في خبر آخر، أمضى 2 من أبناء مايكل جاكسون، برينس وباريس جاكسون، عطلتهما معا وسط ألواح التزلج على الجليد في بحيرة تاهو بكاليفورنيا. في يوم الثلاثاء 27 ديسمبر انتقلت باريس البالغة 24 عاما إلى إنستغرام وشاركت العديد من اللقطات الحلوة التي التقطتها وهي تستمتع بالاحتفال وتستمتع بيوم في الخارج مع شقيقها. بدت العارضة أنيقة وعصرية أثناء وجودها على الجبل، حيث كانت ترتدي معطفا أسود وبنطلون ثلجي كاستنائي ولوحة تزلج على الجليد بقبعة بنية مزينة بالفراء وقفازات حمراء. في هذه الأثناء اختار برينس مظهرا أحادي اللون أكثر من أخته الصغرى، حيث كان يرتدي معطفا أسود وقفازات وخوذة أثناء تزلجه. يأتي يوم عائلة جاكسون على المنحدرات بعد أسابيع من إعلان الابن الأكبر لجاكسون صراحة بشأن إرث والده، وكشف أنه لا يزال ينظر إلى الفنان مايكل جاكسون على أنه نموذج يحتذى به حرفياً. وفي خبر آخر، في التسعينات كان مايكل جاكسون وسيلفستر ستالوني من بين أكثر الأفراد شهرة على هذا الكوكب. الأول كان يأسر قلوب الناس بموسيقاه الاستثنائية وحركاته الراقصة، بينما كان سيلفستر قد عزز بالفعل مكانته كبطل في نهاية المطاف مع أفلام الأكشن. لكن مؤخرا ظهرت صورة لستالوني وجاكسون على الإنترنت وانتشرت كالنار على الهشيم. عندما ظهرت صورة ستالوني وجاكسون على الإنترنت كتب أحدهم في التعليقات: لا، إنه يشبه مايكل جاكسون الآن، وجهه لا يطاق للنظر إليه، إنه نرجسي مثلك تماما. بينما أضاف منتقد آخر: سيلفستر هو مهرج الجراحة التجميلية.
أما معلق آخر قال: تم التقاط الصورة الأولى في عام 1992 أثناء Dangerous Tour، جولة Dangerous. وكتب آخر: مايكل جاكسون كان لا يزال أسمراً في عام 1987. وقال أحد المعجبين: لحظة كلاسيكية لأسطورتين. وذكر ستالوني أنه رسم مجموعة من المشاهير على قماشه ويضعها في منزله، من بينهم مايكل جاكسون. شكراً لكم.